مقدمه هذا الشوط، ورا الان اللي على المقدمه يتصدر غايمه هذا الشوط سمهوي للسيد عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاجتبي على مقدمه هذا الشوط. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مياس للسيد عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، وفي المركز الثالث عنيد للسيد يمعة بن عامر بن دعفوس المنصوري، وفي المركز الرابع سراب للسيد سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي، وفي المركز الخامس ملفت للسيد سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع، وفي المركز نشوف المركز السادس من الجانب الثاني رشعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري على ظهر السوان، السوان للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري اللي في المركز السادس. وفي المركز السابع ناخذ اللي في المركز السابع في هذه اللحظات شاهين للسيد علي بن خليفه بن رشيد السويدي، وفي المركز الثامن الشجاع للسيد ثاني بن الصغير بن قنون الاجتبي، وفي المركز التاسع حملول للسيد ثاني بن الصغير بن قنون الاجتبي. هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة إلى سمهوي، لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاجتبي على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو يطمح بفوز وناموس هذا الشوط. والسلامات إلى أهالي المدام. ننتقل إلى المركز الثاني، سراب في المركز الثاني يتسرب من مركز إلى مركز للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية، متواجد مع سراب على المركز الثاني، ومتواجد أيضا على المركز الثالث مع شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الرابع، مياس في المركز الرابع للسيد عبد الله بن حميد بن حميدان الفلاسي، وفي المركز الخامس السوان خادم جايب لنا منطقة أبو حمد من إمارة راس الخيمة هنا على أرضية ميدان المرموم الميدان الذكي، يستقبل أيضا السوان هنا على هذه الأرضية في هذا المساء مع الإذاعة مع مسري بن سمة بالعرط الحميري. يا سلام. ننتقل إلى المركز السادس، وفي المركز السادس في هذه اللحظات عنيد للسيد يمعة بن عامر بن دعفوس المنصوري، وفي المركز السابع ملفت للسيد سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع، المركز الثامن الشجاع لساني بن الصغير بن قنون الاجتبي، ومركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر هملول للسيد ثاني بن الصغير بن قنون الاجتبي. هذه النتيجة، هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل. أنا عد العشر الأوائل، وسراب بدأ يتسرب إلى مقدمة هذا الشوط 2 كيلو متر عن خط النهاية، والسراب يتسرب والسراب ينشاف لكن ما ينقبض، هو على المقدمة في هذه اللحظات. ها هو سراب يحمل رقم واحد، وهو في مدرج رقم واحد وعلى صدارة هذا الشوط للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الثاني، سمهوي في المركز الثاني أيضا لو تنازل عن المركز الأول لكن خطورته موجودة، حتى هذه اللحظات بدأ الآن يشكل خطورة على سراب وعلى مقدمة هذا الشوط. سمهوي للسيد عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاجتبي الآن يستعيد حقوقه المنهوبة الذي نهبها إياه سراب وعصاته في الأبطان، ما صدر عليه أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر بن سليم، عرض تلقائي حتى هذه اللحظات. يا سلام، تبادل المراكز تلقائية بدون أي أوامر. ننتقل إلى المركز الثالث، شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي اللي في المركز الثالث، ونحن نقترب من لوحة الإعلان. 1200 ما تبقى عن خط النهاية بقيادة سمهوي، وهو على مقدمة هذا الشوط يتجاوز لوحة الإعلان وهو على المقدمة والعصا في الأبطان. أعتقد أنهم بس فتحوا الجهاز وعلى الصوت شح 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 شح. لا يا سلام على هذا الأداء المتميز، الاتجاه إلى الميدان في إمارة الشارجة وهو على مقدمة هذا الشوط مع هذا الشعار، الأسود والطاقية البيضاء
تحت اشعه الشمس يلمع شعاره، يلمع سمهوي بهذا الاداء المتميز على مقدمه هذا الشوط للسيد عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم. الاجتبي بدا يغادر المراكز، بدا يقول باي باي هدى حافظ مع السلامه، لكن شاهين قادم ايضا، شاهين قادم بقوه للسيد علي بن خليفه بن رشيد السويدي، والاتجاه الى المنصه الرئيسيه والى خط النهايه بقياده سمهوي على مقدمه هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الاداء المتميز في هذا المساء، المتميز في سن الاذاعه في هذا المركز المتميز من شارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم طول الله عمره. يا سلام على هذا الاداء، الاداء المتميز. المعركه بتكون شديده، بدا شاهين يقترب من سمهوي، وسمهوي على مقدمه هذا الشوط، ونحن نقترب من المنصه. شاهين وسمهوي اللحظات الاخيره، اللحظات الحرجه، السلامات حائره بين المدام وبين هالجميره، جميره جميره جميره. يا سلام يا شاهين، بنقول سلام سلام عليكم للمره الثانيه، واسعد الله مساكم يا اهل جميره. من هنا من ارضيه ميدان المرموم على الهواء بث مباشر عبر قناه دبي ريسنج، تهانينا للسيد علي بن خليفه بن رشيد السويدي، وتهانينا ايضا لدعم هذا الشعار بو مانع. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني سموي للسيد عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاجتبي، وفي المركز الثالث سراب للسيد سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي. المركز الرابع السوان للسيد مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وفي المركز الخامس الشجاع للسيد ثاني بن الصغير بن قنون الاجتبي. هذه النتيجة، ناخذ التوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز سمهوي في الميتين متر الأخيرة وحافظ على المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق في زمن وغدر 7:44.21 جزء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، والذي وصل في المركز الثاني سمهوي، وسمهوي أيضا ما قصر، الله يقول الحق، قدم عرض ما فيه الكفاية، قاطع مسافة 5 كيلومتر في 7:46 جزئين من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد عبد الله بن سالم بن حمد بن سليم الاجتبي، والذي وصل في المركز الثالث. سراب وصل في المركز الثالث متجاوز لوحة 5 كيلومتر في زمن وغدر. نشوف التوقيت من مخرجنا أبو عدنان المتابع دائما معنا ومع شاشات دبي ريسنج بهذه الصورة وبهذا الإخراج المتميز. ناخذ توقيت سراب، هو سراب 7:56، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز 10 الأوائل، تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعين.